السلام عليكم ورحمة الله الإخوان. هذا فندق ديار المطار واحد، يعني جاء شارع إبراهيم الخليل في المسفلة. سنقوم بإطلالة داخل استقبال الفندق. هذا الاستقبال، هذه المصاعد، في 5 مصاعد ما شاء الله. نعم نعم، هذا الدرج اللي بغى يطلع مع الدرج. نعم، 2 درج. وهذا الاستقبال، والغرف حاليا يعني الفندق ممتلئ. ومن هنا يخرجون إلى الطريق للمسجد الحرام. هذا الشارع الذي أمامنا شارع إبراهيم الخليل، يعني بعد كوبري المسفلة، بعد القنطرة ديال المسفلة يتواجد هذا الفندق ديال ديار المطار رقم 1. فندق جوهرة ديار المطار رقم 1. هذا الفندق اسمه فندق جادة الخليل. هذا فندق اسمه فندق جادة الخليل. هذا شارع إبراهيم الخليل. هذا برج الساعة أمامكم. هذا شارع إبراهيم الخليل. كما تشاهدون الأشغال ما زالت مستمرة. الأشغال ما زالت مستمرة في شارع الهجرة. الحمد لله، الآن حافلات مكة متوفرة في جميع الشوارع، في جميع شوارع مكة وفي جميع الجهات. فهذه المحطة كما ترون. هذا الفندق لم يشتغل بعد.
هذا فندق نزيل المشاعر، هذه فنادق شارع إبراهيم الخليل المسفلة. هذا رحاب الملتقى، فندق رحاب الملتقى، والذي أمامه فندق مرجان الخليل. فندق مرجان الخليل الفندق اللي في الداخل هناك اسمه روضة الشروق. روضة الشروق هذا فندق الضيافة بلازا. هذا فندق ماسة الريان، والذي أمامنا فندق الوافدين. فندق الوافدين. ومن هنا يوجد فندق لؤلؤة التوحيد. فندق لؤلؤة التوحيد. هذا فندق الوافدين. كما ترون فهو جاء بعد الكبر مباشرة. هذا كبر المسفلة أو القنطرة ديال المسفلة يعني. فندق ندى الجوهرة. هذا فندق فلسطين المعروف. فندق فلسطين ما ترون. هذا الفندق خليل المسك. خليل المسك الذي خلفه فندق المرجان. هذا فندق ضيافة الرجاء. ما شاء الله هذا الفندق ممتاز، نظيف وغرفه كبيرة وقريب كذلك للمسجد الحرام. وهذا الفندق روضة الخليل. روضة الخليل
هذا يسمين المجد. وهذا العليان الخليل. العليان الخليل جاء شارع إبراهيم الخليل. هذا فندق إعمار جراند عنده برجين، وهذا البرج هو اللي فيه الاستقبال. هذا إعمار جراند، وكان سابقا اسمه دار الإيمان. وهذا فندق بدر الماسة، هذا بدر الماسة، والذي خلفه فندق مسارات الذهبي. وذاك فندق إعمار المنار، وهذا اللي بالأزرق اسمه فندق الفجر البديع رقم 4. الفجر البديع رقم 4. كنحاول نكثر من الفيديوهات باش الناس تعرف يعني الطريق للحرم وما تضيعش. هذا سويس الخليل، وهذا فندق العليان الذهبي، وكان اسمه فندق فردوس العمرة سابقا، والذي بعده إعمار الخليل. إعمار الخليل. هذا فندق التاج الراقي، وكما ترون أن الطريق للحرم من جهة شارع إبراهيم الخليل فهي سهلة والحمد لله، يعني سهلة ليس فيها لا عقبات ولا شيء، يعني الإنسان يمشي يعني حتى يصل إلى الفندق بكل سهولة وأريحية، بخلاف الفنادق التي توجد في أجياد وفي جهة يعني التيسير وجهة جرول. فهذا إعمار أندلسية، وقريبا إن شاء الله سأنزل فيديو عن يعني منطقة جرول والمكان، مكان النفق الذي يتم يعني فتحه لدخول المعتمرين إلى توسعة الملك عبد الله مباشرة. فالناس متوجهة إلى بيت الله الحرام لأداء صلاة العصر.
هذه ساحات المسجد، هذه هي المسافة بين هذه الفنادق وبين ساحة الحرم.